شويخ بالليل غير ولا بالنهار احلى؟ ومجدي من احلى مناطق دولة الكويت منطقة الشويخ، بيوت فلل قديمة وجديدة وحدائق فانتاستيك. اي والله كان ابو نادم وكل يدوان العتيج يعني، والشجر شوف صفطاف معرج، شوفوا البيوت العتيجة ما شاء الله عليها، هي هاي ديوانهم. احلى منطقة بالكويت هي الشويخ، وهادية يعني كل الاجيال. الله هاي مدري خول ايه يعني، كان بيت الله يرحمه السيد ياسين غربلي. شوف الحديقة حلاته وشجر هادي، هني كان بيت السلطان اول، مدري هو انهدم ولا كان مكانه ولا الارض ما انبنت. يا رب يا رب. شارع ناصر عبد محمد المسيح الخرافي الله يرحمه، رجل الفاضل، وهذا مسيد القطامية مريم عبد العزيز القطامي. اي والله جددته، هذا شيخ رمضان الحجازي كان يخطب فيه نجيب السعد سلطان السالمي، كان هذا بيتهم الله يرحمه، كنا يلا الديوانية كان محبوب. هاي البريد، هاي القديم، هاي المسجد، انما يعمر مساجد الله. وهاي الانتخابات اللي الوالد سيد يوسف الرفاعي كان فيها بالجنسيه، تذكرون هذا الفلسطيني البرقاوي اللي قال كان الوالد ابو قريس والمزين وسليمان مشعان وغيرهم. هاي جمعيه شويخ قديمه، قديمه شويخ. اي والله كان مسجد الهون وخشب، والتركيت كان معهم، كان خلف الجمعيه. يا رب يا رب ارحم عبيدك ونحن عبيدك. ونختمها في المطعم الحلو اللي الناس تحبه، كان خالي حامد السيد ابراهيم حسين الرفاعي يحبه، سندويشات الشويخ، الشباب السوري الابضايات. شوفوا راح اوقف قباله، الناس تيله من بعيد. هذا هو كان يحط فلفل، ما ادري للحين سكرت انه والله والله معزل فتحوه.